ميكرو فريد على قناة أنفاس بريس، دائما جديد المواضيع بكل تواضيع. درنا النية والأسود، حطوا الرية وتأهلنا لثمن نهائية كأس إفريقيا بالكوت ديفوار، يعني جاي الماتش ديال جنوب إفريقيا. غنخرجوا للشارع المغربي وغنسولوا الناس على التوقعات ديال هذه المباراة هذه، بغيت تعرفوا التوقعات ديالهم، أجيو معايا. المنتخب الوطني غادي يلعب ثمن النهائي مع فريق جنوب إفريقيا. الأوراق ديال منتخب جنوب إفريقيا مكشوفة. كنعرفوا اللاعبين ديالهم، 7 لاعبين تقريبا من سان داوس، واللاعبين معنا حنا تعرفوهم مزيان، تعرفهم يحيى عطيات الله، واحد تجربه كبيره مع سان داوس والاجواء الافريقيه. ان شاء الله غادي نفوزوا، ان شاء الله ماشي تندوي متكلفش بعاطفه، انا محيد العاطفه، لان المنتخب الوطني محدو كيمرر من دوره لدوره ومباراه بمباراه كيزيد يقوى وكيقوى مع الفرق الكبيره. ودابا حنا غادي دابا كيبان الاحتراف، دابا ناتيبال بريفيسيونيل، دابا اللياقه الدينيه واللياقه البدنيه وانضباط ذاتي والتكتيكي والسرعه وعدم التسرع، لا يكون اكثر تركيز هو اللي غادي يربح ان شاء الله. حنا الدراري النتيجه ليسونسيال لا فيكتوار، ندوزو ان شاء الله كارت فينال ونجريو بمباراه ما كيهموناش العدد الاهداف، كتعمناش الكميه والكيفيه، ليسونسيال لا فيكتوار. من بعد المباريات اللي شفنا اللي دوزو، كنتمناو لهم اول حاجه حظ موفق للجميع. المهم كنقولوا لهم يخدموا بالنيه ويديروا كل ما في جهدهم باش يوصلونا لشي درجه اللي تكون زوينه ان شاء الله. صافي هذا ما كان. لا النيه هي كل شيء، النيه هي اول حاجه خصك ديرها اي حاجه. بغيت كنقول واحد جوج لواحد جوج صغيره ان شاء الله، ديما مربوحه وصافي ديما. كنقول الحكيمي حكيمي عندك نصيري هذا جوج. سي لو ماروك مون فرير، سي لو ماروك توجو لو ماروك غراس او ماروك كوت ديفوار كاليفيكاسيون. Dima Maghrebi 4-0. Hakimi 2. Amrabat 2. Dima Maghrebi. توقعات ديالي ان شاء الله غادي يكون رباح ان شاء الله، وغادي ان شاء الله نربحوا بشي 3-0 حتى يقول 5. ان شاء الله علاش لا، راه ملي تخطينا ملي شفتي هذاك الاداء في المونديال راه شي حاجه سهله ان شاء الله. جنوب افريقيا غادي ماركي ان شاء الله، نصيري ان شاء الله يماركي وبوفال الريب راني سالتي هما يكونوا رجال فهمتي ويلعبوا مزيان اولا كنشكر المنتخب على الاداء اللي داروا في دور المجموعات، كنتمنوا لهم ان شاء الله حظ موفق. النتيجه ان شاء الله تكون 2-1 ماركي نصيري ان شاء الله وللكعب. خاصنا نديروا كلشي النيه والريه ويتقاتلوا حجه جنوب افريقيا فريق غير سهل، وخاصنا نتقاتلوا معاهم ان شاء الله. الرساله ديالهم هي يتقاتلوا على قبل الدرابو ديال البلاد ويديروا كاع اللي في جهدهم. لو ماروك باسكو لو ماروك افريك لا كوت ديفوار كاليفي ماروك افريك دي سود 3-1 2 بي دي اكيمي 1 بي دي زيتش 3-1 او بيان مون امي 3-1 ديما ماروكو. Thank you.